مرحبا، كيفكم اصدقائي؟ اهلا وسهلا فيكم جميعا، واهلا وسهلا بكل المتابعين اللي بتابعوني دائما. وما تنسوا تتابعوا الوصف اللي نزلتها امبارح، وصلتنا كانت امبارح استخدمنا فيها حبه صبر واحده لخبير البشره. ما تنسوا تدخلوا على القناه وتشاهدوها، في كثير وصفات رح تعجبكم باذن الله. وصفه اليوم عباره عن تمره ذكر في القران الكريم لخبير البشره والتخلص من التجاعيد، وراح تخلصكم من تجاعيد الرقبه والوجه، وراح تشد الجسم باذن الله باستخدام القرع. هذا هو القرع، او هو نفسه القرع العسلي او اليقطين لو حابين تتابعوا هذه الوصفه. ما تنسوا تتابعوا وصفتنا راح نعملها هسه. طريقه استخدامها كثير سهله. اول شيء مثل ما انتم شايفين في عندنا قرع، وعنده هنا ملعقه كبيره عسل، عسل طبيعي، وعنده هون ملعقه كبيره لبن زبادي، هو نفسه الياغورت بتسمى بعض الدول. طريقه التحضير كثير سهله. اول شيء راح ناخذ قطعه من القرع نفس هذا الشكل، راح ناخذ نقيم القشر اللي عنها، وهي بعد ما قشرناها راح نبرشها نفس هذا الشكل. راح تصير معكم نفس هيك، وهي بعد ما برشناها شوفوا كيف صارت معنا نفس هيك. وهسه راح نضيف اللبن الزبادي، هو نفسه الياغورت بعض الدول. راح نضيف عليه الملعقه كبيره عسل، وهسه بنخلط مع بعض نفس هذا الشكل. وهي بعد ما خلطناهم صار معنا نفس هيك. طريقة استخدام هاي الوصفة كثير سهلة بإذن الله. هاي الوصفة راح تساعدكم على شد الجسم، وراح تساعدكم على التخلص من تجاعيد الوجه والرقبة والإيدين. استخدموها لكامل الجسم، راح تساعدكم على شده. طريقة استخدامها كثير سهلة. بنجيب الخليط اللي صار عندنا هون، بناخذ منه شوي، بندهنه على بشرتنا أو على الجسم لمدة نص ساعة. بندهنه بعد ما ننظف بشرتنا وجسمنا، بندهنه عليه لمدة نص ساعة، وبعد ما ينشف بنغسل بشرتنا بالماء البارد عشان نسكر المسامات. استخدموا هاي الوصفة رح تساعدكم على التخلص من تجاعيد تبييض البشرة، ورح تساعدكم على شد الجسم بإذن الله. وبعد مرور نص ساعة وبعد ما غسلناه بتقدروا تجيبوا مكعب ثلج من ماء الورد أو ماء الورد نفسه يكون بارد ودهنوه على بشرتكم وشوفوا النتائج وادعوا لي. وبعد ما تستخدموا هاي الوصفة بتقدروا تستخدموا زيت القرع أو زيت عسل القرع، وتسمى بعض الدول كمان يقطين، بتقدر تستخدمه وتدهنه في بشرتكم وشوفوا النتائج وادعوا لي. بتقدر تستخدم هاي الوصفة 3 مرات في الأسبوع. وإذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا تدعموني باللايك، وتشتركوا بالقناة من خلال الضغط على الزر الأحمر الموجود بأسفل الفيديو، ولما تضغط عليه ادعموني، اضغط على الجرس. وشكرا لكم كثير، عشان يكون إشعاري وصلكم بإذن الله.